بكم جميعا في برنامج إذاعة المدرسية، صوتنا الذي يعبق بعبق المعرفة وينير طريقنا نحو التعلم والتفوق. أنا اسمي راضية الصناجي وأتحدث إليكم اليوم باسم فريق الإذاعة لنقدم لكم حصة ممتعة ومفيدة. نحن هنا لنكون رفيقكم الصوتي في مسيرتكم الدراسية، لنقدم لكم أحدث الأخبار المدرسية، التحديثات الثقافية، المشاريع الإبداعية والفعاليات المدرسية المثيرة. سنقدم لكم أيضا نصائح تعليمية قيمة ومعلومات مثيرة للاهتمام من مختلف المجالات. ندعوكم للانصات والاستماع بقلوب متفتحة وعقول مستعدة للاستفادة. سنسعى جاهدين لتقديم محتوى ذو جودة عالية يساهم في تنمية مهاراتكم ومعرفتكم العامة. إننا نتطلع لأفكاركم ومشاركاتكم، فلا تترددوا في التواصل معنا. والآن مع بداية برنامجنا اليومي أترككم مع زميلتي فاطمة الزهراء نذبة عثمان بفقرة حديث شريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود. بعدما استمعنا إلى زميلتنا فاطمة الزهراء ندبة عثمان بفقرة حديث شريف، دعونا الآن نتحول إلى زميلنا يوسف مري مع فقرة معلومات مضغوطة. تسمى الخرطوم بالعاصمة المثلثة، تسمى مدريد بعاصمة النور، عدد عضلات الإنسان 620 عضلة. معنى كلمة فرعون البيت الكبير. تسمى فرنسا ببلاد الغال. بعدما استمعنا إلى زميلنا يوسف مري بفقرة معلومات مضغوطة، دعونا الآن نتحول إلى زميلتنا فاطمة بعزو بفقرة حكم وأمثال. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، الكلمة الطيبة صدقة، قيد النعم بالشكر، من حذرك كمن بشرك. بعدما استمعنا إلى زميلتنا فاطمة برعزو بفقرة حكم وأمثال، دعونا الآن نتحول إلى زميلتنا فاطمة الزهراء أيتمري بفقرة هل تعلم؟ هل تعلم إن البرتقال يحتوي على 23 عنصرا غذائيا؟ إن على سطح الأرض أكثر من 2000 نوع من ثعابين، نسبة السام منها 10%. إن الهواء يتحول لسائل إذا تم تبريده لدرجة 193 درجة مئوية تحت الصفر. إن خرطوم الفيل يتألف أكثر من 400 عضلة. بعدما استمعنا إلى زميلتنا فاطمة أيتمري بفقرة هل تعلم، دعونا الآن نتحول إلى صديقتنا مريم أكدود بفقرة أوائل. أول من استقبل القبلة حياً وميتاً الصحابي الجليل البراء بن معروف. أول من بنى السجن في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أول أمير في مكة عتاب بن أزيد رضي الله عنه. أول شهيد في الإسلام الحارث بن أبي هلف. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا الإذاعي. نتمنى أن تكونوا استمتعتم واستفدتم من هذا البرنامج، وأن تكونوا قد اكتسبتم معلومات جديدة وإلهاما جديدا. إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وأمنه.